الوزير الأول عبد الملك سلال مع وفده الوزاري يطرق من جديد باب الجنوب، هذه المرة يدخلها من كبرى ولايات الوطن أدرار، والهدف رفع الجمود عن مشاريع ودفع أخرى. إحدى محطات زيارة سلال متابعة إنجاز قطب طبي ب 240 سرير ومركز لعلاج مرضى السرطان. الوزير الأول شدد هنا على تحسين مستوى الرعاية الصحية بالولاية. قلنا هذا ما يقعدش جيرياتري، ما يكونش مستشفى، يكون مستشفى مختص في مرض النساء والأطفال، باش نحلوا المشكل نهائيا نتاع الولاية بالنسبة للولادات، بالنسبة كذا وكذلك متابعة الأطفال. وهكذا نجهزوا تقريبا، نجهزوا أضرار باش تكون عندها مستشفى جامعي. متابعا جولته زار سلال مستثمرة فلاحية خاصة تقع على مساحة 5 هكتارات للاطلاع على تجربتها في إنتاج التمور بأنواعها، وشكلت هذه الزيارة فرصة له لمنح عقود امتياز فلاحي لعدد من الشباب. وعلى بعد 70 كيلومترا شمال أدرار تفقد سلال حقلا لإنتاج الكهرباء عبر طاقة الرياح، مشروع يندرج في إطار البرنامج الوطني لتنويع الطاقة المتجددة والنظيفة. من أولويات حكومة سلال 2 البحث عن آلية لتقليص مستوى البطالة لدى الشباب، وهنا يمنح هذا المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني فرصة لتكوين يد عاملة متخصصة بالولاية. بخصوص في فصل الصيف تتطلب عمال كثيرين في هذا المجال. وين قريتي تقبل؟ نقرا في ثانوية مصر لنوسي بيتي ميمون، متحصلش على شهادة البكالوريا، دخلت كطالبة في هذا المجال. جيتي للتكوين؟ جيتي. بارك الله فيك. وإثر ذلك وزعت مركبات ورشة عمل على شباب علها تفتح لهم أبواب الرزق.